ولله الحمد نختتم اليوم أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في أبوظبي. حضر ولله الحمد أكثر من 1117 مشارك لحضور 30 جلسة، مثلوا 81 جلسية. طبعا الإضافة كانت كبيرة لمجتمعنا خاصة في الإمارات وأيضا في المنطقة، أن مشاركة علماء أيضا ومتحدثين رسميين في مجال التأهيل. أفضل الممارسات كانت موجودة وحاضرة من الدكاترة والخبراء الموجودين في مجال التأهيل، خدمة اليوم تطوير المنظومة ووضع اليوم الأبحاث اللي تساعدنا في تطوير اليوم منهجية العمل في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. طبعا مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية والبحثية ساعدنا بشكل كبير على تطوير اليوم الكادر الوظيفي الخاص بمؤسسة زايد، وهم كانوا مجموعة كبيرة من المختصين الحاضرين للورش التدريبية وبالأخص اليوم الورش العملية، وأيضا تساعد أولياء الأمور في التطلع على أفضل الممارسات التي تخدم اليوم منهجية التأهيل وتمكين أبنائهم من أصحاب الهمم. طبعا كانت هناك لقاءات كثيرة مصاحبة اليوم المؤتمر مع مجموعة من الوفود. من أهم طبعا هذه اللقاءات كان فيما يخص اليوم الشمولية وسهولة الوصول. نحن نسعى أن تكون مدينة أبوظبي هي مثال يحتذى به في العالم في مسألة الشمولية وسهولة الوصول لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجال الرعاية الصحية، حيث كانت هناك مجموعة من الممارسات والأبحاث اللي تخدمنا اليوم وبالأخص في مجال أبحاث التوحد. مؤسسة زايد العليا عرضت تجربة دولة الإمارات في دعم وتأهيل أصحاب الهمم بشكل رائع. استضافت المؤتمر لهذا العدد من الخبراء والمشاركين والعاملين في الجهات الداعمة والمؤهلة لأصحاب الهمم مختلف دول العالم، مع نهاية اليوم الثالث لاستضافة هذا المؤتمر العالمي، المؤتمر العالمي للتأهيل من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. نحن جدا فخورين بهذه الاستضافة، استضافة رائعة جمعت مختلف الخبراء المعنيين في مجال تأهيل أصحاب الهمم في تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والآراء والتجارب التي عملوا فيها وبحثوا فيها في مجال تأهيل أصحاب الهمم اليوم لخلق بيئة مناسبة لعمل أصحاب الهمم. اليوم دولة الإمارات حرصت بوضع تشريعات والمبادرات والمراكز المؤهلة لأصحاب الهمم، لكن اليوم ننتظر كمخرج من هذا المؤتمر اليوم دور القطاعات الأخرى في استضافتهم، استضافة هذا الشاب أو الشاب من أصحاب الهمم في مختلف القطاعات اليوم كموظفين كعاملين كمشاركين في التنمية الاقتصادية في الدولة. اليوم في آخر يوم حرصنا أن يتم تكريم المؤسسات من القطاع الخاص اللي حرصت على توظيف أصحاب الهمم، وهذه مبادرة رائعة قامت بها. اليوم نتطلع لأكثر والأفضل من التجارب، وأن كيف دولة الإمارات اليوم تعكس نموذج في تمكين وتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم في مختلف القطاعات. فشكراً لمؤسسة زايد العليا فيها لهذا المؤتمر الرائع بشهادة الجميع من مختلف دول العالم. شكراً لكم.